السوشيال ميديا كموضة عامة أنا ما أتوقعش أنها هتكمل كتير. يعني حتى في الانستجرام بدأ من فترة كده يمكن مش ناس كتير أخذ في بالها, عمل روبوتس, عمل بلوجرز روبوتس بين اختراعه هو, وثق لهم أكاونتاتهم وبقى يجيب لهم ديلز مع أكبر الشركات وبقى هم الأول الإعلانية للشركات العالمية. فمعنى كده أنه هو عايز يستحوذ على الجزء ده اللي بيجي من المكسب, هو مش بيطوله يعني. بلس أنه أنا دايماً بقول أنه من الغباء أني أخلي رأس مالي أكاونت, عشان الأكاونت ده زي ما أنا كده لسه مقفولي أكاونت في يوم وليلة, ممكن أكاونتاتي بقى تتقفل. فأنا لو شخص هو ده مصدر رزقه هبقى أنا حكمت على نفسي بالضياع.